بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في إطار القوانين الإحصائية نقدم أو نصحح تمرينا حول الوراثة المرتبطة بالجنس عند الدجاج من نوع كوكومالين. نقدم معطيات التمرين قصد دراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية عند الدجاج. نقترح ما يلي: تكون الدجاجة متغيرة الأمشاج عند مشيجين مختلفين زد دبليو، والديك متشابه الأمشاج زد زد. لفهم كيفية انتقال صفة لون الريش عند الدجاج، هذا النوع اللي في التمرين سميته كوكو دومالين، نقترح دراسة المعطيات التالية المتمثلة في أربع تزوجات عند الدجاج من نوع كوكومالين. كوكودومالين يكون الريش إما بلون موحد أسود متجانس أو بلون مخطط بالأبيض والأسود. نفترض، يعني هذه الفرضية إما أن تكون صحيحة إما أن تكون خاطئة، باش غادي نعرفها انطلاقا من تحليل المعطيات. نفترض أن صفة الريش المخطط عند هذا النوع من الدجاج يتحكم فيها زوج من الحليلات محمولة على صبغ لا جنسي، يعني غير جنسي. الجنسي راه عندي زيد دبليو هما الجنسيين وزيد زيد، أما هنا قال لك فهي محمولة على صبغ لا جنسي. واش هاد الفرضية صحيحة أو غير صحيحة؟ للتحقق منها أنجزت سلسلة من التزوجات، تزوجين واحد وثلاثة بين دجاجة ودياكة من سلالات نقية. نشوف السلالة نقية، سلالة نقية مع سلالة نقية أعطاني جيل متجانس. القانون الأول لمندل محقق، وغادي نخرج المعطيات المعروفة. سلالة نقية مع سلالة نقية أعطتني جيل غير متجانس، فهنايا القانون الأول غير مطبق، وبالتالي فمورثة مرتبطة بالجنس. تختلف من حيث لون الريش، والتزوجين جوج وأربعة بين دجاجات وديكة من الجيل إف واحد. تقدم الوثيقة جوج نتائج هذه التزاوجات. بالنسبة للوثيقة جوج ففيها التزاوج الأول، التزاوج الثاني أو الثالث اللي هو العكس ديالو غادي نفصله، ثم التزاوج الثاني، ثم التزاوج الرابع، واحد جوج ثلاثة أربعة. غادي نشوفه بالنسبة للأسئلة: باستغلالك للمعطيات السابقة تحقق، يعني غنتحقق من الفرضية، واش هذيك المورثة مسؤولة عن لون الريش محمولة على صبغ جنسي أو محمولة على صبغ لا جنسي. تحقق من الفرضية المقترحة مبينا كيفية انتقال الصفة المدروسة، ثم اعطي التفسير الصيغي للتزوج بأربعة كاملين، اعطي لهم التفسير الصيغي، واستعمل الرموز بكبيرة وبصغيرة للدلالة على لون الريش، ثم وإن كبيرة وإن صغيرة للدلالة على هنا الريش المخطط، وبالنسبة للثانية فهي الريش الموح، هنا الفرضية خاصة فقط بالريش المخطط. هنا عندي تزوجت صورة واضحة خديتها من موقع اللغة الفرنسية، هنا كيبان بأن الامتحان الوطني، فترجمة لبعض التمارين الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للتزاوج الأول، الآباء تم بين ديك بريش موحد وأنثى بريش مخطط، النتيجة يعني الخلف أو الجيل إف واحد، فأعطاني 50% من الذكور بريش مخطط و50% من الإناث بريش موحد. هنا بالنسبة لهذا الجيل فهو جيل يتكون من خلايا، يعني هناك ذكور عندهم مظهر خارجي مختلف عن الإناث، بالنسبة للذكور مخطط بالنسبة للإناث موحد. إذا هنا فهذا جيل غير متجانس. الآباء من سلالة نقية، إذا هنا شو يقول لك القانون الأول لمندل؟ يقول لك ودي لا كانوا الآباء من سلالة نقية فالجيل إف واحد يجب أن يكون متجانسا، هنا غير متجانس، وبالتالي القانون الأول لمندل فهو غير محقق،
إذن فالمورثة مرتبطة بالجنس. بالنسبة للتزاوج الثاني، تم بين دجاجات وديكة من الجيل F1، أعطى هذا الخلف جيلا، أو لا أعطى هذا الخلف خلفا، جيل F2 يتكون من الجيل F1 يعني ذكر مخطط أنثى بريش موحد، فأعطاني جيل F2 يتكون من ماذا؟ 25% ريش موحد و 25% ريش مخطط بالنسبة للذكور هما الأصفر، ثم عندي 25% من الإناث بريش مخطط و 25% من الإناث بريش موحد. إذن هذه النتيجة ديال التزاوجات ديال الجيل F1. ندوزو للتزاوج الثالث، تم يعني جيل الآباء، تم بين ديك بريش مخطط مع دجاجة بريش موحد، ما هي النتيجة ديال جيل F1؟ نعتبرو ديال جيل F'، اش عطاني؟ عطاني 100% يعني أفراد عندهم ريش مخطط، 50% منهم ذكور و 50% منهم إناث. إذن هنا هذا جيل كيف هو متجانس. هذا التزاوج هو اللي غادي نعتمد عليه لتحديد من هو السائد ومن هو المتنحي. ولكن راح التزاوج إذا كان معطيني مثلا التزاوج الأول، فراه ممكن نحدد منه شكون هو السائد وشكون هو المتنحي. إذن هنا يختلف الأبوين بصفة واحدة هي لون الريش. ثانيا جيل F1 جيل متجانس، يعني فيه مظهر خارجي واحد ديال أحد الآباء، وبالتالي فالقانون الأول لمادة فهو مطبق، هاد الأفراد فهم هجناء ومتجانسون. علاش؟ لأن كل واحد ورث نص ديال الذخيرة الوراثية اللي كان عند الآباء. بالنسبة سميتو بالنسبة للسيادة، فالحليل المسؤول عن الريش المخطط هو السائد، والحليل المسؤول عن الريش الموحد فهو المتنحي. دونك هذا إجمال. بالنسبة للتزوج الرابع، تم بين دجاجات وديكة من الجيل F1. هنا عندي ذكر بريش مخطط أنثى بريش مخطط، ما هي النتيجة ديال الجيل F2؟ فأعطاني 50% ذكور بريش مخطط و 25% ديال الإناث بريش مخطط و 25% ديال الإناث بريش موحد. إذن هذا التزاوج الرابع. فيما هنا بالنسبة للتزاوج الأول والتزاوج الثالث، التزاوج الأول تم بين ديك بريش موحد وأنثى بريش مخطط، بينما الثالث فالذكر اللي هو الديك بريش مخطط والأنثى بريش موحد، هنا انعكسنا. التزاوج الأول فأعطاني جيل كيف هو غير متجانس، بينما التزاوج الثالث أعطاني جيلا متجانس. هنا بالنسبة للتزاوج الأول فهو تزاوج عكسي بالنسبة للتزاوج الثالث. هنا في حالة اللي عطاونا في الامتحان الوطني فقط التزاوج الأول، كيفاش غنخرج السيادة؟ فهنا عندي هاد الذكر ورث زيد من عند مو ورث زيد من عند بوه، زيد اللي فيها اللون المخطط وهذا اللي فيها اللون الموحد. شكون اللي بان عند الذكر؟ بان عنده المخطط. إذا شكون هو اللي سائد؟ سائد مخطط فقط. هذه اش ورثات؟ ورثات من عند امها، ورثات من عند امها W، ورثات من عند بوها زيد. وشكون اللي بان؟ زيد. اذا فالسياده باينه انطلاقا من النمط الوراثي، ولا المظهر الخارجي تبين لي شكون هو السائد شكون هو المتنحي. يعني غنتكلموا على الاجابه دابا، كيفيه انتقال الصفه الوراثيه. نتزوج الاول نرجعوا ليه، بالنسبه للديك ريش موحد والدجاجة ريش مخطط، عطاني جيل غير متجانس. احنا غادي نشوفو الإجابة، نشوفو أولا كيفية انتقال الصفة. فالتزاوج الأول هو عبارة عن تزاوج عكسي بالنسبة للتزاوج الثالث، ولا يعطي نفس النتائج في الجيل F1. فالجيل F1 ديرهم جوج ما عنديش نفس النتائج. أعطى التزاوج الأول، التزاوج الأول الذي تم بين أبوين من سلالة نقية خلفا
يعني الجيل اف واحد هو المقصود به الخلف غير متجانس، مكونا من 50% اناث ذات ريش موحد و50% ذكور ذو ريش مخطط. وبالتالي هنايا القانون الاول لمندل فهو غير القانون الاول لمندل فهو غير محقق. القانون الاول لمندل فغير محقق. اذا فالمورث المدروسه مرتبطه بالجنس، ومنه فالفرضيه المقترحه، الفرضيه المقترحه عندنا فهي خاطئه. اذا تقول لك بان المورث المسؤول عن لون الريش المخطط فهي مرتبطه بصبغيات لا جنسيه، فهذه هنايا كنأكد بانها خاطئه. عدم تحقق القانون الاول لمندل رغم ان الابوين من السلالتين النقيتين، لان الخلف يتكون من افراد غير متجانس. بما ان صفه لون الريش عند الدجاج تخص الذكور والاناث، عندي كاينه هنا كاينه هنا، فالمورثه المسؤوله عن لون الريش عند هذا النوع من الدجاج مرتبطه بالجنس، اي محموله على صبغه جنسي. هنا في هذه الحاله ما عنديش اكس وما عنديش اي، عندي زد وعندي دبليو، فعندي زد. بالنسبه لهذا التزوج الثالث فهنا خرجوا منه انا نسبق هذا التزوج الثالث على التزوج الاول في الاجابه ديالي اللي تعطاني في الامتحان الوطني. هذا نسبقه علاش؟ لان هذا غنستخرج منه كاع الحوايج اللي غادي تنفعني هنا في التفسير الصبغي. اذا هذا التزوج هنا غادي نبدا يتعلق الامر بهجونه احاديه نظرا لدراسه انتقال صفه وراثيه واحده عند هذا النوع من الدجاج هي لون الريش. غندوز للمعطيات الاخرى اللي سهله. افراد الجيل اف واحد كيف هم؟ متجانسون وهجناء. يتميز افراد الجيل اف واحد بالتزوج الثالث بمظهر خارجي ابوي ريش مخطط، اذا فهم متجانسون وهجناء وبالتالي تحقق القانون الاول لمندل. اذا من هنا غادي نخرجوا المعطيات. بما ان عندي هذاك الريش المخطط هو سائد، فالحليل المسؤول عن اللون المخطط سائد، والحليل المسؤول عن اللون الموحد متناحي. الرموز بكبيره المخطط و N بالنسبة للموحد. بالنسبة للتفسير الصبغي، هنا تفسير الصبغي خاصني نحفظ هذا الآباء، مظاهر الخارجية أو المظهر الخارجي النمط الوراثي، الأمشاج، ثم شبكة التزاوج. إذا كانت فعلا شبكة التزاوج غادي نشوفو الآباء، عندي بي واحد و بي جوج، ديك ودجاجة. المظهر الخارجي الأول عنده ريش موحد، ثانية وبالنسبة للأنثى عندها ريش مخطط. بالنسبة للنمط الوراثي زد ان زد ان، وبالنسبة للأنثى حيتاش متغيرة الأمشاج زد دوب زد بي دوبل في. الأمشاج هنا عندي ماشي جوج واحد كيتعاود، يعني 100% أثناء ظاهرة الانقسام الاختزالي فغنحصل فقط على زد ان. بالنسبة للحالة الثانية غنحصل على 50% زد بي و 50% دوبل في. هنا غادي نشوفو شبكة التزاوج، غنحط الأمشاج هنا، الأمشاج الأنثوية هنا، والأمشاج الأنثوية في المدخل الأفقي، والأمشاج الذكرية في المدخل العمودي. ماشي جايين 50-50، ثم هنا 100% زد ان. الحصيلة هنا عندي الخلية البيضاء زد بي زد ان، المظهر الخارجي والنمط الوراثي ثم تحديد الجنس، هذا ذكر. هنايا زد ان دبل في ان 50%. اذا النتائج عندي المظاهر الخارجية عندي جوج بي و ان، 50% ذكور 50% اناث. اذا هنايا النتائج النظرية والنتائج التجريبية فهي متطابقة. غندوزو لتفسير صبغي التزاوج لنتائج التزاوج الثاني. الآباء عندي اف واحد ذكر مع اف واحد أنثى نزوج بينهما. المظهر الخارجي الذكر عنده المخطط والأنثى عندها الموحد. الأنماط الوراثية زد بي زد ان زد ان زد دبليو في، هذا راه عندها تنحي ثنائية التنحية. هنا غادي نقولو فقط حيتاش عندها دبل في غادي، فهي عند المظهر الخارجي أو النمط الوراثي الذي يحمل المشيج
المتنح أو الحليل المتنحي. بالنسبة للأمشاج هنا غنحصل على 50% زيد بي 50% زيد إن، هنا غنحصل على 50% زيد إن 50% دبليو. غندوزو لشبكة التزاوج. شبكة التزاوج نفس الكلام، ما يعني المدخل الأفقي غندير فيه الأمشاج الذكرية، الأمشاج الأنثوية، والعمودي غندير فيه الذكرية. هنا ممكن ندير الذكرية هنا أو هنا، ماشي مشكل. غادي نبداو الأمشاج الأنثوية 50% زيد إن 50% زيد دبليو. الأمشاج الذكرية نفس الشيء، ثم نلاقي بيناتهم في الأربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة. دونك هنا الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة. النتيجة هو نحصل على شحال من مظهر خارجي؟ ب مظهرين خارجيين، مظهرين خارجيين ب و ان، ولكن غنفرقهم للجنس. ب كبيرة 25% إناث، وب كبيرة 25% ذكور. ها هيهم إناث والذكور. ثم عندي ان صغيرة 25% ذكور و 25% إناث. إذا فالنتائج النظرية متطابقة مع النتائج التجريبية. غادي نشوفوا تفسير الصبغي للتزاوج الثالث، يعني نتائج التزاوج الثالث. نفس السيناريو، الآباء المظهر الخارجي النمط الولادي والأمشاج. فالآباء بي واحد وبي جوج، ولا يعني ذكر وأنثى. المظهر الخارجي هنا بي، عندي ريش مخطط وهنا ريش موحد. بالنسبة للنمط الوراثي زد بي زد بي، وهنا زد ان زد دبليو. علاش؟ حيتاش الآباء من سلالة نقية. الأمشاج 100% زد بي، 50% في هذا، 50% زد ان، 50% دبليو. بالنسبة لشبكة التزاوج عندي نضع الأمشاج، الأمشاج الأنثوية، الأمشاج الأنثوية، وهنا الأمشاج الذكرية، ثم نقوم بماذا؟ بالتزوجات، أو بالأحرى الإخصاب. هذا الإخصاب، عندما الالتقاء بيناتهم الإخصاب. لاحظ زد بي زد إن، مظهر خارجي بي 50% ذكور، زد بي دبليو في بي مظهر خارجي ديال الإناث. إذا هنا حصلنا على مظهرين خارجيين بي 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 50% إناث و 50% ذكور، ولكن كلهم 100% بريش مخطط. ندوزي التزاوج الأخير وهو التزاوج الرابع، نفس السيناريو، الآباء المظهر الخارجي النمط الولادي الأمشاج شبكة التزاوج. إذن هنا ذكر من إف واحد وأنثى من إف واحد، مظهر الخارجي بي بي، يعني هاد بجوج ريش مخطط. نمط وراثي زد بي زد ان، حتاش اف واحد فعندي يرث من امه حليلا من ابي حليلا. بالنسبة للانثى فعندها حليل واحد اللي هو زد بي، اما الاخر فلا يحمل اي مورثة. بالنسبة للامشاج 50-50 كلتا الحالتين. بالنسبة لشبكة التزاوج نضع الامشاج في الخانة المخصصة، يعني فوقي للإناث الأمشاج الأنثوية، وهنا الأمشاج الذكرية، ثم الإخصاب، ثم النتيجة. حصلنا على كم من مظهر خارجي؟ بي مظهرين خارجيين، بي بي 75% وإن 25%، ولكن على حسب الجنس فعندي بي كبيرة فيها 25% إناث و 50% هاي 50% ذكور. هما الذكور نجمع بيناتهم 50% ذكور بريشين مخطط، 25% إناث بريشين مخطط، و 25% إناث بريشين موحد. نتائج نظرية توافق النتائج التجريبية. والسلام عليكم ورحمة الله.